وعزمت قوتها وساندها الشعب بكل ما تأمله غدا أن يراعيها هذا الشعب في الحفاظ على النظام وتأمين الممتلكات العامة والخاصة، وأن يكون هديره واصلا إلى السماء جيشكم وشعبكم وإرادتكم الآن موحدة في ميدان الحرية في قلب العاصمة المصرية. ابقى معنا عميد صفوة. أتحول للواء متقاعد محمود زاهر من القاهرة ضيفنا في هذه التغطية. نفس السؤال لواء محمود، ما هي الخطوة القادمة إذا كان الجيش يقر بمشروعية المطالب الشعبية ويقول أنه لن يقف في وجهه، لن يستخدم العنف معه، وهو الجيش قيادة وعناصرا يعرفون ما هي مطالب الشارع؟ والله هي ببساطة شديدة ومتناهية، القوات المسلحة بتقول أنا عند وجدان الشعب ومطلبه وهحققه واحد، وطول عمرهم جانب واحد، وما يقدرش الجيش ينفصل عن وجدان الشعب. طيب لواء محمود، السيناريوهات باتت مكشوفة وواضحة أمام الشعب المصري وأمام كل من يراقب الأحداث في مصر. برأيك هل سيقبل الشعب المصري أو سيقبل المحتجون المصريون في شوارع القاهرة سيناريو أن يذهب الرئيس مبارك وأن يأتي لواء عمر سليمان مكانه؟ لا، احنا النهارده ما بنقولش بيذهب حسني مبارك ويأتي السيد عمر سليمان، لأننا عندنا نائب شرعي. فحينما يذهب حسني مبارك البلد مستقرة بنائب شرعي ليها، إلى إذا قلنا سياسيا إلى فترة انتقالية حتى تقوم الانتخابات ينتخب أو ينتخب غيره، فهذا هو السيناريو المقبول، شيء طبيعي وما هوش مستغرب ولا غريب على المؤسسة. طيب لواء متقاعد محمود زاهر، شكرا لك، ونريد نتمنى منك أن تبقى معنا، هناك الكثير لتحليله كما يبقى معنا العميد متقاعد صفوة الزيات إلى واشنطن ومؤتمر صحفي للبيت المتحدث باسم البيت الأبيض. هذه الأمور تنبثق من مصر وتقوم بها الحكومة المصرية. ماذا تقصدون بعملية انتقال سلسة؟ كما قلت في السابق، فنحن هنا نتحدث عن عملية انتقال، عملية انتقالية منظمة، يجب أن يكون في خضمها عملية مفاوضات مع طيف واسع من الشعب المصري، بمن في ذلك من هم في المعارضة مع الحكومة الحالية. لا أعتقد أن المظالم ستحل ما لم يكن هناك نوع من هذا الأمر، فهناك حاجة لمعالجة القضايا المتعلقة بالحرية التي يسعى إليها الشعب المصري. وكما قلت، الكثير من الأمور التي وضحناها تقارير تفيد إلى أن هناك مشاركة يوم غد من قبل المتظاهرين بأن يكون هناك تحرك دون عنف من أي من الطرفين. إذن فنحن نعتقد أن هذا أولا وآخرا يجب أن يتم من خلال أسلوب غير عنفي. ماذا عن محمد البرادي؟ هل اتصل معه أي شخص من حكومتنا؟ أرى أن السفارة اتصلت فيه في السابق، وهو مع طيف واسع من الناس الآخرين، يعتبر أصوات غير حكومية، سواء كانوا أحزاب معارضة سياسية أو أشخاص في مجال الأعمال والبنوك، فإننا نتصل معهم ونحن نعتقد أنهم سيستمرون بتواصلهم ونحن سنستمر بتواصلنا علمانيين، يعطوا مصر فرصة لتكون شريكا مستقرا يمكن للعالم أن يتحالف معها.
السؤال عن الإخوان المسلمين وأنهم ليسوا مجموعة متطرفة كما هم اليهود الأرثوذكس في الولايات المتحدة. دون الخوض في الحديث عنهم، إن هناك معايير معينة نحن نؤمن أن على الجميع أن يلتزم بها كجزء من هذه العملية، أي المشاركة في هذه العملية الديمقراطية الجارية. يمكن للشخص أن يشارك فيها ولكن أن لا يستخدمها لكي يسيطر عليها ليضع نفسه في السلطة هذه الأطر. ولكن دون شك الانتقال في هذه العملية يعني التغيير، لا شك في ذلك أبدا. هل يعني ذلك أن يرحل؟ هذا الأمر لا يعود لبلدنا ولا لحكومتنا أن تقرر ذلك. ولا أعتقد أن الناس الذين يسعون إلى المزيد من الحرية ينظرون إلى شخص آخر يحدد كيف يكون التغيير. فبصراحة هذا لا يتماشى مع عملية ديمقراطية مفتوحة تسمح بنقاش تام ومفاوضات متكاملة عن مغزى هذه الحرية. مجلس الأمن القومي له عمليات تواصل منتظمة بخبراء في كل أرجاء البلاد، وقد أتى بعضهم هنا ليتحدثوا اليوم عن مصر كجزء من هذه العملية المنتظمة. ولا أقول إننا لا نتحدث مع أناس كثيرين، بل إننا نقوم بذلك ونتحدث مع أناس كثيرين عما يجري في مصر.